السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك علشان يوصل لكم الجديد. والآن نوفيكم بأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 ونبدأ. سجل سعر جرام الذهب 24219 جنيه، كما سجل سعر جرام الذهب 21067 جنيه، كما سجل سعر عيار 18914 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهبي 9245 جنيه، كما سجل سعر الأوقية 1789 دولارا. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.